ايه الكونديشن ده؟ ده معلم تقريبا كده الكومبينيشن حضرتك. طب شوفيتهم بقى يا حبيبي، هات السلاح. اتفضل يا معلم. لا ده سلاح التلميذ، هات سلاح التسبيح. ايه ده؟ سلاح التلميذ على اساس ان انت جاي من الفجاله. اشرح اشرح. اتفضل يا معلم. استنى استنى استنى، ليك شوق في حاجه؟ ايه؟ انا المعلم ابو تمانية، يتقال له ليك شوق في حاجه؟ ليه؟ وانا عشان غلبان وبنزل اجيب رزق اليوم بيومه زي اللي شغال بعقل، ومش هين على الحكومه تيجي في يوم تثبتني، مع ان انا كل يوم بثبت اللي رايح واللي جاي. ليه كده حكومه؟ ولا الاعلام؟ الاعلام مش سايبيننا في حالنا. تيجي لاخت رهاب سعيد تقول لك انت اكيد ما شربتش من نيله. لا يا اختي، انا شربت من نيله ومن حشيشه ومن بريتا، وكفاها بقى اشرب من دمك كمان. وبعد الشرب ده كله ايوه تيجي تقول لي ليك شوف حاجه؟ ليه 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 ليه؟ الله معلم الله. انت حضرتك اتفوقت عليا صراحه يعني.